ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا وانا فرحانه بيكم جدا ان انتوا قربتوا توصلوني لل 100,000، يعني انا خلاص فاضل لي بتاع 8,000 وقربت اوصل لهم، ويا ريت توصلوني ليهم يا ريت. وايه بكم كل حاجه من غيركم ولا حاجه. النهارده انا هعمل في ماما مقلب، فهي دلوقتي قاعده جوه في المطبخ، فهي فانا اول ما تطلع هقوم اعمل فيها المقلب ان انا اتجوزت عارفه وكده، وتشوفوا رد فعلها. استنوا طبعا للاخر. موقف تبوي تفرك ما انت مكسرك قوم تجيبيه جاي بتعمل كده ليه؟ مكسرة انا عايز اخش اغير اصلا عشان محمد اخوك لسه عامل فيا مقلب البارد راخ. اقعد يا ماما مش عايز اعمل لسه عايز اقوم اغير اصلا انا حاسه اني زهقت. قاعد يقول لي تعالي نروح مشوار تعالي نروح مشوار. انا مش اول مره ما اشغلش التلفزيون ولا شغالي اغاني ولا شغالي حاجه. ايه اللي جرى؟ تفكير وحش. ليه؟ فكر في ايه؟ في الكورونا؟ كلمتي يا امي تريح. ما هو الناس كلها ما بيفكرش اللي عندي الا في الكورونا. لا التفكير يعني غير. هو اللي غير؟ التفكير شاردني شويه. المذاكره يعني انت ما بتذاكريش الحمد لله. ولا هي دي المذاكره هي اللي عاملاكي كده؟ في المذاكره. امي خير. امي انا مش حد يقول لي امي دي. امي مامي. نعم يا امي. هو انا اللي غلطت في يوم من الايام ان انت انا اللي غلطت في يوم من الايام. ايه ده يعني غلطت في يوم من الايام؟ يعني ممكن توقعي كوبايه شاي غلطتي، حرقتي اكل غلطتي. مش لذلك لما بتيجي تمسكيني انا مخنوقه. هو اللي خلقك يمكن الطرحه اللي خلقتك. لا يا ست تعمل كده ليه؟ انغلطت في يوم من الايام. يعني ايه انغلطتي؟ انت رحت الصعيد وجيتي؟ اه رحت الصعيد. يلا استنى عايزه ايه بقى؟ في انا بحب اقفشك. في ايه؟ موضوع شخيم. خير. كان الله ما يجعله خير. يعني انا الصراحه انا غلطت. انت في ايه يعني؟ في حاجه. حاجه ايه؟ طب سيبي التليفون ده وكلميني. انت في حاجه؟ غلطتي في حاجه؟ انت في ايه؟ انت ايه؟ انت عارفه انا قلت صحابي قوي. فانت هتشوفي لي حل للحوار ده. خير. اخير فاهمه بس انا يعني عايزه خليتي في الشغل ولا ايه؟ ليه يا ستي ده انا سايقه انا هسيبه. لا حاجه ثانيه. ايه يعني؟ انا اقول لك انت خديها صاحبتي وما تقوليش لحد، يعني ما تقوليش لبابا ولا محمد والكلام ده. خير. توقعاتك توصلك ان انا عملت ايه؟ اتخانقتي في الشغل ضربتي حد كده ممكن. انا بس انا تعمليها ما اعرفش حد. امال ايه؟ انا حبيت واحد. بس هي ما خلصتش على انا حبيته خلاص. ايه؟ مش سامعة ولا ابني؟ ما خلصتش على ابني. اجيك هنا عشان انا مش سامعة اصلا ولا ابني. لا خليك انا اللي عامل. لا يا ستي ابعد عني. عشان بعض ايه اصلا؟ ما انا مش سامعة ولا ابني. انا؟ حبيت واحد. تمام؟ ماشي. حبيته بقالنا بتاع 6 شهور 7 شهور كده. و طب ماشي وعادي ما يجي يتقد. يعني مش كده. بعدين ما هوش روس؟ اه بقى لساتي؟ ايه المشكلة؟ المشكلة؟ يعني ان هو اكيد مش هيرضى بعدين عشان احنا غلطنا. فاكيد مش هيرضى ان شاء الله. ايه؟ غلطتي في ايه؟ بطلي خدودك اللي طالعه عاديه تقولي لي غلطتي في ايه؟ خلاص يا ندى. يعني هو اي 2 مرتبطين غلطتي في ايه؟ انا لا انت ما تغلطيش اصلا. والله غلطت. ما صدقش هتلاقيه بقلب. ما تثبتش. ماما انا اتجوزت. والله ولا هصدق. ايوه. ايوه ايه؟ اتجوزت عرفي. والله ليه ان شاء الله يعني؟ بس انا ما صدقتش انت تعمليها خالص دي بقى. هو اللي ضحك عليا. ليه شربك حاجه اصفرة؟ انت عايز ايه زمان ده؟ هتلاقي بقى زي محمد اخوك البارد اللي لسه عامل فيا مقلب. هو انا قلت لي بجد
انا بتكلم معاكي عشان انت تحددي الحوار ده. طب انت بقى بعد ما تقولي لي حاجه بجد وتقولي لي حلف ان شاء الله بقى. انت في وقت ساعه شيطان وما عرفتش اتصرف فعملت كده. ليه ما جيتيش قلتي لي انت فاول الكلام؟ قلت لي انا صاحبتك وانت صاحبتي والحاجات ديت، يعني انا مش الام اللي بضرب وبعمل، انا باخدك صاحبه يعني. طب ما قلتيش ليه مثلا؟ بس انا ما صدقتش برضه لغايه دلوقتي انت تعملي كده. حتى لو مين؟ انا عارفه حتى لو حد اغلط عمرك ما تسمعي كلام حد، تسمعي من هنا وتفوتي من هنا. ساعد الشيطان بقى كان في وقتها ما تعرفيش. بس ومش عايز يديني اللي هي اسلمه الجواز دي، وخلاص اصلا بقاله اكتر من اسبوع ما بيردش عليا. طب ما هي بنت تغلط ما حدش هيرد عليها معروف، بس برضه لا انا ما صدقش. ليه؟ يعني ايش مش ثبتي؟ ممكن تقولي انا ماما حبيت اقول لك ماشي مش عارفه، لكن كان غلط ده بالذات لا ما اتوقعش انت تغلطي عمرك. انت سكش؟ مش من البنات اللي عبيطه قوي يعني كده. لان ما دام انا اصلا واحد مديك حريتك فكده كده عارفه ان انت مش هتغلطي. ماما انا زي اي ام، ماما انا حبيت مش عارفه ايه، ولو انسان كويس ماشي يا ربنا يقرب كده، لكن حاجه غلط انا عارفه ان انت ما تعمليهاش. يعني طب انت زيي. ففي ثقه بيني وبينك. يا ماما ما قلتيش تصدقها ليه يا ماما؟ انت ما ظبطتك ازاي ماما مش راضي يبعت لي مقاسيمه؟ اديني رقم تليفونه كده اساله بقى بجد ولا لا؟ خدي رقم تليفون. خديه. انت تصرفي انت ما تاخديش امها كثقه ومش ثقه، انا فعلا بتكلم معاكي جد. بتكلم معاكي جد؟ ما لو جد هندر محمد اخوك وهصحى ابوكي بقى بالنوم ونعمل هيصه. لا لا تيجي بس انا عشان عارفه ان مفيش حاجه ممكن تغلطي فيها. طب انا مش بقول لك في الاول الكلام، انا عايز اخدك في الموضوع، بس انت ما تقوليش لحد. لكن انت بتعملي ده عكس الكلام ليه؟ انت تحلي معايا مش تطينيها على الاخر. لا مش هطينها انا على نفسي. لو ده لو بقى اصل انا عارفه انت مش هتعمليها، ده لو ابوكي ومحمد هو اللي هيتدخلوا يروحوا له ويقوم يضربوك الاول بعد كده يروح يضربوه. على فكره هيقول لك لموا بنتكم. ما مفيش حاجه اسمها لا تلمي. هنجيب لي نفسها ساعتها كمان. طب ما انت عارفه كده من اولها عملتيها ليه؟ عشان هو قال ان هو هيعمل كده وبعدها باسبوع اسبوعين هيجي يتقدم لي. ام التلفزيون دوت كل شويه يجيبوا البنات اما بتغلط واحد ما بيرضاش يتجوزها، واحده حبت واحد وسكت وسكت فيه ومش عارفه ايه ما بيتجوزهاش. وانا قايل لك قبل كده اللي بيمشي مع واحده ويقعد انا بحبك وبعمل 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 ده عارف ان دي كلها اسطوانات. عشان كده انا عارفه ان انت دماغك كبيره. بس انت في يوم من الايام قلت لي جيتي قلت له اللي هو ارتبطتي حبيتي تعالي اعرفيني. طب ارتبطتي هتقلي عشان تيجي تقولي انا اتجوزت على طول؟ هي دوت ده عبط ده ولا ايه؟ ده انا مثلا هقوم اموتك انت عبيطه؟ انا هقوم اشوف اللي ورايا عشان انت ومحمد اخوك الايام ديت يعني عبده كان مريحني، كان بيقعد في الاوضه مع نفسه ولا بيهش ولا بينش جوايا بصراحه. انت دماغك فاضيه عايزه تعملي موسيقى تيجي تقوليها انا ما صدقش برضه. شوفي بعد ده كله ما صدقش انت تعملي كده. بص يا ماما دلوقتي يا ماما انا كنت سكتك وعملت كده. ايه بجد ولا ايه؟ ما انت بتتكلمي بجد هخنقك. يا ماما خلصي. ايه؟ طب ايه بجد ولا ايه؟ يا ستي استني يجي جنبك. اوعي اوعي اللي يجي هتوحشني يا ماما. ايه استني التكاتك؟ طب انت شفت الهوا تقولها لي؟ طب انا ولا ايه؟ علمتني التصاوي. ان انا غزك ساعتها. تغزيني؟ غزك كده على طول. افتحي مطوقه على بنتك. هتبحك هتقطعك حتت صغيره كده واحطك في اكياس وارميكي. للكلاب ولا القطط؟ الاثنين. انت بتهزري انت فاضيه. خلاص انت ست فاضيه. خلاص يا برده بجد ولا لا؟ بجد. انا خلاص بتكلم جد. انا بقول لك ان شاء الله. تعبتها ولا ايه؟ واحد كان شغال معايا. هو اللي شغال معاك يا سلام. ما انت شغلت ما بتقفي مع 100 راجل ما حدش بي اشتغل على 100 راجل ايه يا واطي؟ جمعي انت التوتر مخليكي مش عارفه تتكلمي. يعني انا عارفه عندك انا عندي ثقه فيكي جامد. اشتغلتي هنا اشتغلتي عندي بس عميل واشتغلتي في كل حته، عارفه ان انت في اي حته راجل من 100 راجل كمان زي ما بيقولوا. قلبي يا ناس. وطبعا انا كده. ما غلطتي بقى ليه؟ بجد والله خليني اشرب. انا لغايه دلوقتي عمال اهزر معاكي. انت يا برده رد عليا. لا كنت نايمة يا ست بنات. نايمة ايه ونايمة ايه؟ هو ده اللي انا بقعد انام فيه؟ انت عبيطة؟
يديك بيتلسع اقسم بالله. ايوه لازم لازم ده الموضوع بجد هفتح دماغك. انت هبله ولا ايه؟ انت عبيطه؟ انت تضحكي؟ عبيطه ايه؟ خلاص يا ماما استني. ايه دي؟ انا استني انا استني انا استني ايه دي؟ انت عبيطه. انا عندي اخش اصحى يا محمد ابوك. انت لسه ايه واثقه فيك؟ ما انا واثقه فيك بس انت عماله مش عارفه اصلا بجد ولا هزار ولا مش عارفه كده في ايه؟ مامتي في ايه؟ انا هضحك بس فوق كده نلف كده. ده انت عامل انا بعد كده هشيل العداد ده وهشيل الستاره ديت. انا برضه قلت برضه ان انا ما تعملهاش برضه. ليه يا امي كده؟ لا لا انا واثقه فيكي اصلا. انا شفتها فيك ما كنتش مخرجه بس انا عارفه انت شغاله هنا وهنا وهنا 100 شغل عادي. شغاله هنا وهنا ده مش شغل انت ماشي مطعم وعندي بس عبيد. يعني مش عارف بقى انت ما تخش حد يخش عليك. طب ايه يا ماما؟ كده ندى رخم ومقلب محمد برضه من شويه استفزني. انت ليه ما صدقتيش؟ انا عشان انا واثقه فيكي. بص يا جدعان الثقه مش عارفه. عارفه ان هي ما تعملهاش. اقول لهم ايه؟ والله ندى بقت مقلب. ده جنة بنتي زي ممكن بتقولي ساعات تقولي اعمل فيكي مقلب. انا مش عارفه انا عايشه معاهم بعد كده بيت رعب. افتح قناه ماما. ما انا بعد كده هعمل هفتح قناه واعمل لا انا هعملها اكل. امي هتفتح قناه يا جدعان. اه بعرف يا جدعان. اكتبوا التعليقات وشجعوها. شوفوا كده لو عايزين يعملوا اكل هعملها. وصلي ال 100,000 يا ماما قربتوا والله. وصلوها يا جدعان ال 100,000 ليه؟ عشان هي ايه خلاص هتعيط اهي. انا هتنفجر اكتر من كده. وطبعا كده يا جماعه نبقى خلصنا الفيديو وكل حاجه. لو ما تنسوش اللايك والشير يعملوا فينا مقالب ومصايب. وما تنسوش اللايك والشير اهم حاجه وكومنت. والكومنت انا جبت اللايك والاشتراك يعني اسمها ايه؟ تمام اشتركوا لها يا جدعان وصلوها ل 100,000 يعني. وكل واحده تخلي بالها من نفسها. ما فيش واحد بيعمل كده وبيتجوزها نهائيا. ايوه دي نصيحه. اه والله ولا اللي يجي يقول بحبك وما بحبكش والفيلم اللي هم بيعملوها دي خالص. ما فيش الكلام ده. ما فيش انس موتيه اللي يجي يقول لك جواز والكلام ده. لا يا حبيبي تعالى اتجوز. احنا مش مستعجلين على حاجه يا جماعه. صح ايوه كل واحده كده. نصيحه يعني كل بنت نصيحه. باي.